خلص فيك انا عارفه. وانت يا كولينا راني جايك ثاني لدارك، الحمد لله راني في الجي دونك، وانا والله ماني سامع بواحد، وانا ما نعترفش ما بابلي كاينه دوله. كما يعلم الجميع ان في كل بلد من العالم توجد عائله حاكمه لها نفوذ واموال تسيطر بقبضة من حديد على شؤون البلاد داخليا وخارجيا. وكما لا يخفى على الجميع أن عائلة روتشيلد عائلة يهودية ألمانية ثرية جدا، لدرجة أنها تقرض الدول الأموال والذهب، مما يجعل لها هيمنة على العالم، وبذلك تفرض سياستها وقراراتها على الدول. مؤخرا وبعد الحراك الشعبي في الجزائر، بدأ يتضح جليا للشعب سر وغموض عائلة كونيناف المعروفة باسم العائلة الحاكمة في الجزائر، وأيضا لكثرة ما ذكره الصحفي المغامر عدلان ملاح عن نفوذ هذه العائلة. فالقليل فقط من الجزائريين من يعرف عائلة كونيناف، بالرغم من أن هذه العائلة تعد من بين العائلات الثرية في الجزائر، فهي تنشط في مجال المال والأعمال منذ سنوات السبعينيات، وبالتالي تمكنت من جمع ثروة معتبرة. ويقود عائلة كونيناف حاليا ثلاثة إخوة، وهم كريم ورضا ونوح. يعتبر كريم كونيناف الأخ الأكبر في العائلة، وقد درس كريم بسويسرا أين تحصل على شهادة في التجارة، وهو الذي يظهر في الصورة إذ يعد واجهة العائلة. ونجد كذلك رضا الذي يعد بمثابة العقل المدبر للعائلة. ونشير أن أهم شركة تملكها عائلة كونيناف هي شركة كيوجيسي، وهي شركة مختصة في مجال الهيدروليك، أي مجال تشييد القنوات المائية والأبار والسدود وحتى الجسور. وقد أنجزت العديد من المنشآت بالجنوب الجزائري، البعض منها لفائدة شركات أجنبية كالشركة الأمريكية موبيل. ويمكن القول أنه تضاعف نفوذ عائلة كونيناف في عهد الرئيس بوتفليقة، نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما، والتي تعود إلى فترة الثمانينيات، حيث كان عبد العزيز بوتفليقة يعيش في المهجر، وكان منبوذا من قبل النظام السياسي الجزائري. فعائلة كونيناف وقفت إلى جانبه في تلك المرحلة وساعدته ماديا. ولا تقتصر علاقة الصداقة ما بين رئيس الجمهورية وعائلة كونيناف، فهذه الأخيرة تجمعها أيضا علاقة صداقة قوية مع أخ الرئيس سعيد بوتفليقة. وقد أتاح هذا النفوذ لعائلة كونيناف القيام بأدوار مهمة جدا، فمثلا رضا كونيناف العقل المدبر للعائلة هو الذي قاد الحملة الشرسة سنتي 2015 و2016 ضد يسعد ربراب رجل الأعمال القوي وصديق الجنرال توفيق وعدو الرئيس بوتفليقة. كما قام رضا كونيناف بدور الوساطة لحل الخلاف الذي نشب بين عبد الملك سلال وعلي حداد. زيادة على ذلك، رضا كونيناف هو الذي يتولى الدفاع عن مصالح شركة العائلة في علاقتها مع الشركة الأجنبية متعددة الجنسيات. وفي الأخير يمكن القول أن عائلة كونيناف تمكنت من كسب الثروة والنفوذ بعيدا عن الأنظار. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.